نعم خمس نجوم نورهم يسطع شتاو البنات البنات اروع وانا قمرهم امشي بمرهم وشحيرة جديدية ايه انت ايه يلا خدمة انا زويني وماشي اني انا بعشر رجال وسيدة اعمال ووضعي عالي العال واملك الفلة انا بنوس شوية شوية لا 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 تقولي بدي شوية لا تقولي بدي شوية لا تقولي بدي شوية لا تقولي بدي شوية بس خلاص يه وسيوح وسيوح هذا من اللي جالس مع حمدان بالسيارة؟ من قصدك هاك اللي عداله؟ ولا من يعني اللي جالس معاه بسوق السيارة؟ هذا ما كان هلال قارنا القديم؟ اس اللي عارفوه شغال في الخليج ايش رجعوا مرة ثانية للديرة؟ كيف وش رجع للديرة ترابه تلقاه حن لبلاده ولهله وبعدين لا تنسى هذا من قلب مسقط يعني ولدنا ولدنا إيه؟ عمري على عمرك ما يجي ربع عمره هذا كبير شيبة لا خلا خلا تحرك لا تفضل انت بروح المستشفى رميش يا رميش وين راح خالي الحين وين راح ما في إلا خالتي زوينة تلحق علي خالتي زوينة يا خالتي زوينة ما اتصل فيه ما في حل ثاني اتصل فيه يا رب رد عاد يا رب رد خالتي زوينة يا رميش اي حد فيكم يرد علي ما يرد اكيد ما يرد اكيد طبعا ما يرد الطبع ابو طبيع ما يجوز على الطبعه يعني اكيد ما بيرد على التليفون يا ربي واخيرا واخيرا لحق علي خالي الله يخليك الله يخليك وديني المستشفى مستعجله عندي مواعيد عندي مرضى لازم اروح المستشفى اه ما يستوي الحين يا بنتي عندي ضيف من الحسا ريال بيبات عندي اليوم اقول ما 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 فيها شيء اخوي وصلها وصلها انا قاعد استناك هنا ما عندي مشكله اي 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 خالي وديني انا عندي مرضى ومواعيد مهمه واتصلوا فيني ضروري اروح لازم زين زين الحين تصيري خبري شيخه خالد قرب الريال وطوله وبعدين بوديك يلا يلا بس
بس انزين خلي رميش يضيفه يعني خالي. رميش ما موجود ولا زوينة موجودة، سايرة بيت أخوها بعد، هاي المشكلة. سير انتي خبري الشيخة خليه يضيف الريان. تعال تعال شاب هلال، تعال تعال تعال. تعال أبويا نسيت انك ما تشوف تسوي عملية. تعال 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 جرح جرح. عليكم يا صديق. جيب العشرة بسرعة. ما عندي فكة. شيخو لا يطوفك، شاب جمال وطول وعرض وعيون خضر والشعر أشقر في المجلس عند أبو شناك. وين؟ يباش قدمي لفوالة سوري. وين؟ لا لا لا، أنت وياه يا لكية مقلب مقلب من الطراز المحترم لشيخو. هلا هلا والله بالمزيونة. انتي خيشة؟ صحيح. لا انا خيشة شيخة. الله ما شاء الله ما شاء الله، كبرتي وصرتي عروس. انا اتذكرك الاول وانتي كنت صغيرة، كنت تحبين حتى وسختي ملابسي. انت اللي كنت مع ابوي حمدان؟ ليه هو انتي عندك ابو غير اسمه حمدان؟ ايه انا. وبعدين تعرفه وش يسموني؟ انا اسمي هلال. ويدلعوني بالمزيون. ايش ايش يسمونك؟ المزيون المزيون حبتين. المزيون متاكد؟ اسمح لي خالي حمدان، تراني شكلي اخرتك عن ضيفك. يا بنتي هذا ما ضيف، هذا بس متغرب يشتغل هناك في احدى دول الخليج بس، ولا هو ما ضيف من البلد. وزين بعد يوم رخصوك وعفوك من هالمهمة وريحوك. هاي شيخة، ضيفت الريال؟ هاي حبتين. أنا يكون سمعتي كلمة مني ولا منك؟ لا أبدا. عزينت الحين اليوم بصير نامي مع البنات، لأن عمتك زوينة ما بتي بيت أخوها إن شاء الله. وتعال أنا نسيت أجيب له عشاء. لا إله إلا الله محمد رسول الله. جيب له عشاء خالي. زين ما وصيك. مع السلامة. شيخو ها قولي لي كيف الشاب؟ وسيم صح حليوة ها؟ عجبت؟ عاد تخيلي الحليوة. اي طلع معجب فيك. صوت عشل. لا لا وين كنا وين صرنا، فرق شاسع يعني. يعني كانت شكلها دوخة بسيطة وعدت الحمد لله. هادي السوق كذي هادي السوق. يلا زين يلا الوقت بتأخر. يلا يلا أعوذ بالله سوينا انا مني جيه. يا 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 ابني خلاص والله العظيم ما يركب معاك. والله اتمنن علينا فلوسك ذاك يسوي بي وانه قول ايش ناك. يعني لو قلتي له انك بتتاخرين ما كان احسن؟ اكيد الحين الريال نايم. والله خلينا كي هذا بيتي ما في جواب. ادخل ولا اطلع متاينقي كيفي. وبعدين واحد مثل حمدان وغير مثل حمدان يدخل عليهم كذا يتغر من غير ما عندهم خبر. بكاء طبع الرياييل. انت ما تعرف طبع الرياييل؟ نعم عيل انا شنو؟ انت اخوي. ايه الحين فهم. واد امي وابوي. سوينه كني لمحت احد يتحرك داخل البيت. مو حمدان مو حمدان، لان حمدان مثل الخيزرانة طويل ودقيق. هذا قصاصة نتفة. يمكن حمدان هاي دهمان قائم كيكه بس. لا ما ادري بس ما يشبهها. لا تخوفني الحمد لله بيتي ما مسكون. أنا قاري عليه وبعدين يوم قايم الساس ذابحين أربع ثيران عليه ما فيش. الحمد لله بيتي أشوف خبرك. والله ما يسوون شيء. بتصل أنا الحمد لله أشوف أتأكد. شوف
مش وحده. بسم الله الرحمن الرحيم. على ما حمدان يوم واحد هذا مشكلة الريال هذا يوم واحد يبال الضرورة ما يتواجد ما عارف ايش يتشرد. الو ما يرد ما يرد حمدان ما يرد. اوه سامحني اخوي انا يعني غلط في الاتصال انا بيتصل في زوجي انا متزوجة تراني ها وبيتصل فيه ما عارف هو وين فسامحني انا اسفة واعتذر عن حرمتك بعد. فين اعتذر عن حرمتي اقول لك ما حمدان ما يرد. يا اخي قلنا لك احنا اسفين غلطانين انتوا هذا انتوا تسمعوا صوت حرمة تحبوا تأذوها يا اخي بلد. شنو بلد انت وين انت اقول مرة انت وين بلد انت بلد انت قلت لك لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اصبر انت امسك شوية انا طلع التلفون. شنو امسك انت شنو امسك سلام القول المرق الرحيم شنو اطيب لوزي مالي انت من ومن وين وكيف ومن انت؟ انا معروف من شكلي اسمي المزيون وانا زوينه زوينه وزوينه وماني شينه. اه زوينه زوينه مرات حمدان هلا سهلا هلا الله يسلمك سعيد. اقول الحين انت اقول الحين تفضلي تفضلي جوا بيتكم. اي بيت هذا بروح انادي زوجي حمدان ولا انت روح نادي وانا باغي للسنين انتظرك روح. حمدان مو في بدش دش داخل دش داخل دش داخل ما له عيون هناك الله يهديك علامك مستويه. انا مسوي ان شاء الله عمليه هنا والله شكلك عملية. ينخاف منك انت شكلك مع المغازل انت انت المزيون. انزل لحظه شويه المزيون وقفني وانا زوين تويك اجيب لك قهوه انت ضيف وبي اخبرهم انك يدخلوك في المجلس داخل ان شاء الله. ايش فيها هذه انت تقول المزيونه اجل هذيك اللي هناك شو تصير مزيونه قفلت الباب ما تدري المجلس مفتوح. آه حبيب طلعت الشعر يبقى الله يحافظك انت وين حاطها انت والله كذي حلو صيفي وشتوي الله يحافظك هذا بنخليه كلنا صيفي الله يسلمك. شنو هذه بعد؟ هذا قياس الحرارة. اي حرارة يبقى ما في حرارة يبقى حرارة يبقى الجو حار اساسا. لا حرارة جسمك. اي حرارة جسمي خلاص يبقى لا وين كنا وين صرنا صحتك تحسنت وصرت احسن. انزين قول لي ابوك اتصل فيك؟ لا ما علي لا تزعل زين. بعدين سويت ازعاج في المستشفى كل شوي باخط لي هالزر كل شوي ما يصير يا عمي ما يصير هذا الكلام ما يصير. احلى زر ضغطته بحياتي. شفت اللي يقولون هذا ايش اسمه جعلك زر بحلقي. انا ان شاء الله ضغطت الزر جعلك زر بحلقي ان شاء الله. انا تعبان يا هذه ايش اسمه داوود يجيني بعدين هو اللي ياكل اكلي يا اخي ما خل علي شيء من الاكل. بديتك قيسي الحراره حقي ما فيك شيء ما فيك حراره ولا فيك شيء. ممكن تنام الحين وتخلي المستشفى يرتاح منك شوي ممكن. النبض سريع لا شافك. يمكن مريض يا عيوني. الله يعطيك العافيه. نام عمي نام عمي تصبح على خير ونام مع السلامه تصبح على خير وانسالي هالريموت شويه. احلى تغطية يا قلبي بنام. مساء الخير عمي. خلاص الله يخليك توني خليتك بالفراش وغطيتك عشان تنام. ليش جايني بعد مرة ثانية ليش؟ أبو أنا تعبت لأني من كثر رقاد ظهري عورني كنت عاد أنا خلني أتمشى شوي
اقول احنا انت ايش قاعده تسوين؟ اكتب. اوه انا الحين فاضي ما عندي شغل، خليني اساعدك هاتي. لا والله تساعدني، يعني الحين انت بتفهمني تعرف تمسك القلم وتكتب؟ ايش دعوه شايفتني امي ما اعرف اكتبي؟ لا ابوي. والله ضحكين بعد نكتي ما شاء الله عليك. اقول خليني اكتب لاني اعرف من الالف الى الخاء. لا والله على فكره انا ما اكتب عربي، اكتب انجليزي تعرف. يلا 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 من الفشار عاد من الكذب اكتب انجليزي. ممكن كان انت عارف شيء يبا شعليك شعليك يبا كنتبي. نعم عمي الله يخليك عمي، روح نام روح نام، تعبت نفسيتي تعبت منك. الله يخليك انت وعيونك هذه اللي توفي. روح نام. حاضر حاضر انا بروح انام بروح انام، بس على شرط، عندي شرطين اثنين بس تكفي. اثنين؟ اي بس تفضل. اول شيء يعني لا تقولين عمي، لان تعرفين على هالشبوبية ترى انا شاب صغير، يعني لا تقولين عمي الله يحفظك. مراهق في الخمسين. والشرط الثاني انه لا، شفتي هذا اللي عندي تحطينه عند السرير هذه، لا ضغطت كذي شفت صورتك اضغطت تجيني على طول. ان شاء الله حاضر اللي تبي، بس روح خلاص خلصني روح نام. صحيح لا ضغطت بتجين؟ بيجي. اجل بروح اضغطه من الحين. مشكورة يا شوق تعبتك معاي. لا حبيبتي فوق العشرين مرة حين تخليني أصعد أنزل أصعد أنزل من طلبات، مو مشكلة لما ردت أنا بردها لك حبتين. انزل معي حبيبتي كل شي ما أسوي لك. شنو يا بعصير؟ عصير توت. لا قالت لك بلي تفاح. نعم؟ عين انا الف مره رايحه وراد اخرتها ما تبين عصير توت تغيرين رايك في اخر لحظه؟ والله تشربينه والله تشربينه. اي بس بلو عيب. والله جمعه واحده بس. بسم الله قويني عاد. اشرب. اي شربيني عاد. يلا بسم الله. هلا. ها 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 وين رايح؟ مليت جالس في الغرفة. مليت جالس في الغرفة. زين ايش رايك اعزمك تحت في الكافتيريا على شيء حلو؟ موافق؟ موافق. اوكي اوكي يلا. لا سلامتك، بس انا اقول ما دام انت يعني رايح تزور مستشفى يعني يا ريت لو تسوي مره واحده بتفحص. لا شيمة انا عيوني بخير ما فيها شيء. انا ما قصدي عيونك الله يهديك، انا قصدي يعني انت ما قايل ان هلال يعني الله ما رزقه غير ولد واحد، وان الحين خلاص كنا صابهم العقم هو حرمته، ما دام كذاك يعني يمكن الله يرزقنا بياهل. زين وبعدين؟ سلامتك اقول يعني يا ريت تفحص وتتاكد من نفسك، لان متاكده من نفسي الحمد لله، يعني عيب اولاد العيب ما من العيب فيك انت. زوينه ابوي العيب لا مني ولا منك، انا وياك خلاص فاتنا القطار. فاتنا القطار؟ ما هي بدنا سكه حديد. يلا حمودي يلا حبيبي. لا زين شويه بس ما اريد. لازم تاكل حمودي لازم تاكل. يلا يلا. لا حمود اسمع الكلام يا حبيبي عشان تصير قوي لازم تاكل. اي بقى دلعي حمود ما حمود. ولا انا الاكل عندي من غير جايبين لي صحن واحد ما ادري شنو حاطين فيه، ولا هني الاكل مخصوص يبقى عاملونه مخصوص. عمي الاكل هذا مو مخصوص ولا شيء، انت عندك السكر يعني هذا الاكل ما يصلح لك ما يصير تاكله ما يصير. مو جايب لي السكر اللي انت من حالاتك شو اسوي بعدين شنو؟ لكن يعني اذا على الفلوس يبا انا نخلي عمي حمداني اخوي حمداني يدفع فلوس يبا ايش دعوه يبا ترى على الفلوس. جاهزين جاهزين يبا جاهزين. مو سالفه فلوس سالفه ان عندك السكر، يعني دفعت ولا ما دفعت هذا الاكل ما بيجيك. اي بعدين مسكين حمود ولا ما تاكل يبا
ما يعرف ياكل مسكين ما يعرف ياكل. انا اللي باكلك يبا. يا ريت والله. انا اللي باكلك يبا. يبا شوف يبا الشوربه ها مره واحده خابطه. وبعدين انت جيت جيت هات هات يبا قربها قربها عندنا يبا. ما شاء الله. اكليني كلها بس تاكلين الولد تاكلين الولد. ومنين ياكل؟ من ايديك حلوه. اذا على الملاعق اكلم حمدان اقول له يجيبك ملعقه. عمي بغيت اطلب منك طلب. امري تدللين يا عيوني. لا 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 الله يخليك الا عيونك هذول الثنتين انا ما بتكلم فيهم. بتكلم عن جارك الطفل. افديتهم جيراني اللي جنبي. لهم عيوني عيوني يا جيراني اللي جنبي. عمي الله يخليك استهدي بالله. انا اقول يعني لو خففتيها شوي. لا تقولين عمي الله يحفظك. لا تقولين عمي. ايش تبيني اقول لك يعني مثلا؟ يعني قولي حبيبي قولي عمري قولي حياتي يا عيوني. عم بعيوني عم بعيوني وعيونك ان شاء الله. انا ابيك تمسك جارك هذا اللي يمك الطفل مسكين بريء هذا ابوه ما يسال عنه وامه متوفيه الله يرحمها. يا ليت لو انك تسليه شويه. شنو اسليه؟ شايفتني انا توم وجيري ولا بابا سنفور عشان اسليه؟ لكن المثل يقول من اجل عين تكرم مدينه. تعبت يا خالي تعبت من هذه الحاله. لاحقني من مكان لمكان شوف لي حلم اهل بني ادم. زين ما حيدك يا الريال. ايش استواله؟ ما يهمك باكر انا بزوره بشوف ايش عنده. يا ليت والله يا ليت يا خالي تفكني من هالسالفه لاني تعبت. وبعدين انا ما لوم حرمته هذه اللي مستويه تلمس الضبعه. ام جي او ماي جاد من هي هاي الضبعه؟ لا 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 ما انت يا حرمه هاي وحده غيرك. ما ابوي بعد فيها وحده غيري؟ لا لا يا خالي جيت بتكحلها عميتها الله يهديك. لا 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 بي ار بي زين تي واي تي. مع السلامه تيت. بس شكلك. لا في وحده ثانيه اكيد. اقول لكم شيء يا بنات انا جدا متاثره. أي طبعاً بدك تكوني جداً متأثرة من هالمناظر اللي عم تمرق على راسك والحالات المرضية اللي بتشوفيها كل يوم بالمشفى. لا رولا مو بس حالات مرضية حتى الحالات الإنسانية. خلاص أنا فهمه بنات. هي عم تحكي قصدها عن هلال. هلال اللي كرها عيشتها. استغفر الله استغفر الله. ليش تبين لي هالطاري يعني هلال الوحش الكاسر؟ مو قصدي هلال انا. وبعدين الله يجازي اللي كان السبب. انا قصدي محمد. محمد؟ مندي محمد؟ بس عرفت حبيبتي مندي محمد. بسرعه قولي نفس السالفه ولا تدرين ما يحتاج تحكم وتعبين روح عشان احنا عارفين حبيبتي. هذه محمد اكيد واحد مريض وياي المستشفى يتالم وانت حضرتك خففتي عنه الالم. وكلمه منك وكلمه منه بس دخلت الجو وعشت في غرام ورومانسية. لا حبيبتي مو هذه القصة. غلطانة أنا. أقول لك شو القصة. أصلاً قصتهم نفس المسلسلات التلفزيونية بالضبط. أنا أقول لكم شلون. محمد هذا جاي يزور مريض في المستشفى وفجأة شاف أمل اللي يعني انعجب فيها. وبعدين تعرفون الحب اللي من أول نظرة هذا اللي صادهم صح؟ يحبك الحب إن شاء الله وغضب الرب أنت وياها. تضربوا ملة تفسيرات. اسمعي حبيباتي القصة أبسط بكتير من هيك. قولي. هذا محمد زميلة بالشغل معجب فيها مسكها وقال أنا بحبك وخالصة القصة. لا والله ما شاء الله عليكم يعني في التأليف أعطيكم 10 من 10. غلط كل اللي قلتوه غلط. هذا موضوع أصلاً ما له أساس بالوجود. من وين ألفتوا هالقصص؟ من وين؟ لا لا محمد أصلاً هذا تعرفون منه؟ هذا يصير أصلاً زوج صاحبتها وجا المستشفى ويا صاحبتها ولما شاف أمولة طلق صاحبتها وبكرة بيجي عند حمدان وبيخطبها. وليه؟ وعامله حالك متفوسة كمان وسمعانة كل السيرة؟ سكتي سكتي صدمتيني يعني انت والقصة الخرافية اللي عندك. غلط كل اللي قلتوه غلط غلط غلط. محمد هذا طفل بريء. طفل؟ أبارة بسم الله الرحمن. ايش فيكم صخير خرعتوني همون؟ ها
شيخ قفلت بيبان الفيلا، خذت كل تلفوناتنا والمفاتيح، والحين ما عندنا شيء. لا والله، كيف يعني؟ كيف يعني؟ انا قلت لكم انه هي البنت لما بتحط شغله براسها بدها تعملها، يعني بدها تعملها. لحظه انا ما فهمت السالفه، فهموني. الظاهر احنا مثقلين عليها وايد يا جماعه. فهمين الموضوع؟ يعني الحين شلون نروح الدوامات؟ شو نسوي؟ خلاص عدي وياها، فهموني السالفه بالاول. لك يا شوشو يا حبيبتي يا عمري يا قلبي يا روحي، لك عطينا الموبايلات على الاقل نتصل باصحاب الشغل، لك والله ما بصير نتاخر عليهم هيك من دون اذن. شيخه والله اسفين، بس عاد خلاص انت فديتك، عاد عطينا التليفون. اسفين؟ زين ما عليه. شيخه لو وعدتي تبودنا، يلا بسرعه فتح الباب بسرعه. حبايبي مو بقالة لك مشون عليها المقالب، خليني شغاله عندكم رايحه ونازله. يخرب بيتك من حالك، اذا ما راح اطلع لك لك حتى الايدين مقلعطه. يخرب بيتك، المفاتيح كلها عندي وتليفوناتكم بعد معاي، وانا رايحه انام بيت ابوي حبتين. يلا باي. حبه اللي تحبه ان شاء الله الهي اعدم واقرب. هذه صح. شفت شلون اني ذكي، مو باي واحد يسويها. يبا يلا الحين اذا جت 3-0 ترى بكون انا الفايز. يلا يبا. ها شيخه، مش يقوم البنات كان يبي يمشي الدوام؟ صارت ساعه الحين 8:30. البنات اليوم ما بيروحن معك، يعني ضربات طاف. انت توكل على الله وصير تكس. علامه مريضات ولا شيء؟ لا والله، بس تقدر تقول بطرانات، يعني عندهم وظايف وما يبون يشتغلون. عمال طلعي يبا، طلعي اشوفك هنا قاعده، طلعي. عمال هالبنيه هذه وين تروح هذه؟ اعوذ بالله، تلف هلا في هالمستشفى، ما تقعد. الله انها بتعذبني بعدين. اخذتها بس على طول، هذه اخذتها ما راح احط لها بيت، نسدها حجره بس عشان تلف الحجره. صدقون عاد يا بنات، اللي استوى هذا خيره حاليا عشان افتك من هذا اللي لاحقني من مكان لمكان مثل ظلي. خيره الك حبيبتي، بس مو خيره الي. هلا شيماء بدها تقيم قيامتي لاني انا ما اجيت اليوم، وخصوصا اني انا ماني اخذ اذن. تغير لون احمر يلا حبيبتي. اونو زين، انتي على الاقل انت مشكلتك اهون، عندك ما تساعدك. انا الفقيره اللي برنامجي حاطين كل اغاني، ما في مذيع احتياط، ما في احد بديل يقدم الحلقه. ويه على تقلي روحك مهمه في البرنامج، ما في مذيعين. صبري، ما في مذيعين غيرك يا زعم. خذي أربعة، ما في مذيعين غيري. ها خذي أربعة. بنات هيكن، ايش فيكن علام كل يوم؟ شيخو والله ان فؤادي حاس انها كذبت علي، عشان كذي تطمن. قال ما عليك يا شيخو، يا ويلك منك. لحقوني يا بنات اقتلها. ننتني ابوي، سامحني الشيمه. خالي لحظه، هدي اعصابك، احنا عارفين ان هي غلطانه، بس يعني المساله ما توصل للضرب. بس لازم اعذبها عشان ما تعودها مره ثانيه تبلع صراخ. يا عمو حمدان طول بالك شوي، التربيه الحديثه وبناء على دكتور سبوك بامريكا ممنوع الضرب. وبعدين خالي يعني احنا خلاص تعودنا على شويخ سوالفها، خلاص مسامحينها خلاص. يعني هاي رايكم؟ هاي سبوك مالك هو طلع الصح وانا الغلطانه الحين استويت؟ ما عليه، زين بنسمع وبنشوف كيف. يا انا يا سبوك مالكم هذا. بعيد الشر، هاي صار انا يكون سوى العمليه. لا والله ما سوينا العمليه، حتى الدكتور الحين قايل لي روح شوفه عشان بيجي يشوفه. يعني انت ما تعرف انسار؟ يعني اذا انت تعرف انسار خبرني عشان اروح انادي.
انا ايش دراني؟ هاي الريال مرقد عندكم تسالني انا؟ المفروض انا اسالك هاي راح. يمكن راح عندكم. راح عندنا. ايش سوى عندنا؟ لا لا انا بعدين شنو الوالد؟ يعني انت شايفتني الحين انا شايب كبير في السن لا يبا. بعدين انا يعني انا كلتنا تنادوني الوالد. حازنكن انا حازنكن. مع اني ما فهمت ولا كلمه عليك عمو، شو عم تحكي؟ علشان بس تعرفين انه انا لغتي وتعليمي خارجي. انجليزي انجليزي. لا اقول الحلوه وش اسمك؟ شو بدك باسمي؟ انت شو بدك؟ أقول الحلوة والقمر والمزيونة أمل موجودة؟ ها ها أمل. إيه ومين إلا بلا زغراب؟ المفروض الكتاب واضح من عنوانه مكتوب على الجبين تشوف العين. المزيون قولي لها المزيون. أيوة هاي تقدش قلبي إن شاء الله تكرم عينك يا المزيون. قالت لي من عيوني. هلا وانا لسه ما عالجت عيوني. اجل لو عالج عيوني شو بتسوي هذه؟ تفضلي لاحقني للبيت. هذا الانسان بيجيب لي القولون سكته قلبيه مبكره جدا. لاحقني للبيت. ايش اسوي؟ ايش اسوي؟ انزلي اسالي ليك واقف عندك تحت. شوفي عاد انا ما مستعده انتحر عشان ابتك من هذا الانسان. يعني ما اعرف وش الحل. وش الحل؟ يا صبر أيوب على بلواه. يعني أنا باقي أفهم شيء واحد، أنت ليش لاحقني من مكان لمكان مثل النمل؟ ليش؟ أحلى صوت بحياتي يا سمح. الله أنا هو زيارة المريض واجبة أمولة. ها؟ ما أسمع. أمولة؟ من أمولة؟ أصغر عيالك أنا تناديني أمولة؟ احترم نفسك. بعدين من الغبي اللي قال لك إن أنا مريضة؟ هو أنا 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 وين وأنا بالمستشفى ما مريت علي. بعدين درت المستشفى حتى كله دورت عليك ما لقيتك. بعدين فتحوا البيبان. يوم فتحوا البيبان قالوا زيارة. عاد أنا يوم ما شفتك قلت لازم أنا أجي أزورك هنا. يمكن تبين شيء ولا شيء. يا صبر أيوب على بلوى. هلال انت ايش اللي جابك هني؟ وانت ليش معصب؟ ليش معصب؟ ايش فيك زعلان؟ وكيف ما تباني اعصب؟ مخلي المستشفى وياي تزورني؟ يزورك؟ الحين من المفروض اللي يزور الثاني؟ هو الحقيقة يعني انا قلت يعني ان يعني اشتقت لك وقلت اجي اشوفك. وبعدين انت عارف عاد انت رفيجي يعني المفروض تسأل عني تجي تزورني في المستشفى. ابي شيء ما في شيء. الظهر انت تبالك رباط بحبل لين موعد العمليه وما تخذ من مكانك. خالي الحبل ما ينفع هاليومين عليك بالحديد. ها انا جمعتك انت للثنتين علشان اعرف منكن هيك اللي سويت انه بالشاي بهلال. خالي أنا ما يخصني بالسالفة ولا تسألني. أنا سر بنتك شيخو هذه ومسوتة. شيخو كلمة نطقي. ايش مستوي؟ أنا ما سويت شيء. دك كذبين. قولي حق خالي السالفة يا كذابة. لا تبيني أقول له إنه الشايب هلال مزيون ومهندم وأنيق وجذاب وجاي يخطب. طب لا عيل قولي له ان في حق قال حق الشايب هذا اني انا معجبه فيه عشان كذا هو يلاحقني من مكان لمكان. انا قلت الكلام بس انت وهي الحين انا فهمت السالفه. ها
هذا اللي سويته لنا غلط. خالي خالي مشيها، يعني اعتبرها كذبة بيضة. كذبة بيضة؟ تلعبون بمشاعر الريال وتقولين كذبة بيضة؟ الكذبة كذبة راحت وليت. أي مشاعر وأي حاسيس؟ هذا ما عنده لا مشاعر ولا حاسيس، هذا زي قاعد يمشي على ريله. خالي لاحقني من مكان لمكان، ازعجني. بيني وبينك هو في شوية مصوخة، لكن مسكين على نياته ترى. الحمد لله رب العالمين، الحين انت بخير. والدكتور طمني ان العملية ناجحة مرة. الحمد لله الحمد لله. وهذه أملها جاي اطمن عليك. أمل أمل. أنا أبغي أمشي عنك، لكن ترابط ما يستوي أخليك بروحك بعد العملية. من هو اللي قال تخليني بروحي؟ لا يبا روح روح بالسلامة. لا 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 ما يصير، أنت يمكن تحتاج شيء ولا شيء. لا بين اسمعك. لا يبا ماني محتاج شيء، ماني محتاج شيء. الله يحافظك. يعني روح روح. إيه بالسلامة. سلام الله يحافظك. عيالك عندك هناك محتاجينك. عيالك الله يحافظك. أمل تعالي لي. يا أمل تعالي تعالي. حمدان حمدان راح راح حمدان راح حمدان راح حمدان. هذا ورد بعد بعد عمري انت بديتك. تعرف تعرف لو حاطين الورد هذا، لو في لون كذا يسمونه لون زنبقة السوداء، الزنبقة السوداء تعطينها لي انا عشان سوداء. وانت بديتك لون اصفر، لون الغيرة. عارفك تخافين علي. عاد شو اسوي؟ عاد عيوني اول ما شافتك انتي سبحان الله طلعت كذي، تعرفين تو بجيري يوم تطلع العيون شفتك حبيتك من كل قلبي. وش هالريحة؟ صحيح ريحتك تذكرني باشياء مو حلوة، بس مو مشكلة الريحة، اهم شيء الطول، اهم شيء العرض. لما مشيت كذي انا قلبي يروح يمشي وياك كذي. القلب 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 بديتك. وش هالنعومة؟ عاد مو بنعومة عاد واجد، يعني فيها خشونة شوي بس حلوة حلوة. باردة باردة. تقولين تقولين كني في موسكو زلج على الثلج، على زلج على الجليد الثلج. الله يا حلو يقول على قلبي حطي. طايح قلبي طايح طايح برد طايح برد على قلبي. حطي على عيوني فديت. يا ربي معقولة معقولة اليدين الحلوة دي وما أشفى بعد. أقول حبيبتي أمولة. أمولة مين؟ وين